إذن نتابع مع غرفة العمليات، وهي الفقرة التي نحاول من خلال الوقوف عند احتياجات النازحين ومدى جهوزية المؤسسات الحكومية في مواجهة أزمة النزوح. ومعي اليوم الزميلة ليال بوموسى، يلي كنا المرة الماضية أجلنا الجولة اللي عملناها، جولة ميدانية على غرفة عمليات جبل لبنان. صح مرة ليال؟ صح رياض، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا هيدي الفقرة يلي هي كانت زيارة جولة على عدة غرف عمليات، يلي هن مجموعهم ثلاث غرف عمليات موجودين بمحافظة جبل لبنان، رح نحكي عنهم أكثر. خلينا نرجع نبدأ باختصار بالأرقام، لأنه صار في تطور داخل هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الطوارئ الوزارية. وهيدي الأرقام مثل ما عم نشوفها على الهواء، منشوف أنه الرقم هو بمراكز الإيواء انزاد، فقط مركز إيواء واحد من 1094 صاروا 1095 مركز معتمد لإيواء واستقبال النازحين. أما المراكز الإيواء المعتمدة يلي وصلت لقدرتها الاستيعابية القصوى كانت 901 من 3 أيام، وصلت اليوم ل 908 مركز من أصل 1095 اليوم. ومن تاريخ 23 أيلول لغاية 22 تشرين الأول 2024، الأمن العام الأرقام يلي عم بيسجلها لكل المواطنين إن كان سوريين أو لبنانيين يلي خرجوا من الأراضي السورية، شفنا أنه عدد السوريين من 3 أيام لليوم صار زايد 5000 وأكثر، يعني حوالي 6000 تقريبا. أما المواطنين اللبنانيين فعددهم يلي هن خرجوا من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية أكثر من 9500 أيضا مواطن لبناني. هيدي الأرقام قبل كمان ما انطلق يعني نبلش بفقرة محافظة جبل لبنان، أيضا أرقام بنحكي فيها وتحديدا عن المحافظات وتوزع مراكز الإيواء حسب المحافظات. بنشوف أنه جبل لبنان هي اللي عندها 37% من أصل مراكز الإيواء، وهي الأكثر كمحافظة بتضم مراكز إيواء يلي هن مثل ما شايفين على الشاشة المشاهدين، بوقت يلي النبطية 3%، 5% بعلبك الهرمل، عكار 9%، بيروت 16%، البقاع 11%، الجنوب 7% والشمال 12%. رح أقول رقم واحد اللي هو رقم جبل لبنان، 71921 هو الرقم يلي موجود بالرقم الرسمي الموجود بمراكز الإيواء. أما داخل البيوت الرقم لحديت هلأ بالإحصاءات اللي قدرت تنعمل وصل لأكثر من 350,000. قليل هذا التفصيل على فكرة، لأنه جبل لبنان هو تقريبا المنطقة اللي حصل منها نزوح كبير، يعني ضحى جنوبية تصنف جنب جبل لبنان. صحيح. فبالتالي حصل نزوح داخل جبل لبنان على الأقل. بعرف مش كل اللي كانوا بالضاحية راحوا على مناطق بجبل لبنان، بس في منهم نزحوا على بيروت، بس يعني مش قليل أنه بعد هي المحافظة الأكثر إذا بدك تحملا لعبء النزوح. صحيح، يعني هذا الشيء بالأرقام واضح، وهيدي أرقام رسمية. إضافة للزيارة يلي نحن قمنا فيها ويلي هن في توضيح فيها للأرقام وللجهد حقيقة يلي عم ينعمل من قبل كل الموظفين والأشخاص المتطوعين والصليب الأحمر والأشخاص يلي هن موجودين ليكونوا عم بيساعدوا. طبعا في شكاوى كتير وصلتنا على غرفة العمليات، يمكن تكون إجابتها داخل هيدي الجولة يلي قمنا فيها، وكمان رح يكون معنا اتصال من أحدى البلديات اللي هي بلدية الشياح، من بلدية الشياح، لحتى كمان نكون عم نحكي ونرجع كمان نسألهم على الأرض شو هي الحقيقة، شو هو الواقع، عم تلمسوا هيدا الجهد على الأرض أو بعد في كتير إشياء بحاجة لنكون عم نواجهها، وفي كتير تحديات بحاجة نكون عم نتبعها مع غرف العمليات المنتشرة بلبنان لحتى نكون عم نساعد أهالينا يلي هن صاروا نازحين من بيوتهم. خلينا نبلش رياض مع التقرير الأول يلي بفرجي أول قسم من هيدي الجولة على الغرفة الأولى يلي هي غرفة إدارة الكوارث، بالوقت يلي في غرفة تانية هي غرفة الأمن الداخلي كمان يلي عم بيعمل جهد كبير، الضباط والعناصر داخله لحتى يحفظوا الأمن ولحتى أيضا يجمعوا داتا. وأيضا في غرفة ثالثة هي غرفة عمليات مربوطة بغرفة العمليات يلي هي الرئيسية ببيروت وعم ينسقوا سوا، وأيضا مع غرف العمليات داخل البلديات وبالأقضية تحديدا. خلينا نشوف هيدا التقرير سوا. نعتبر بمعنى العام غرفة عمليات واحدة، ولكن فيها ثلاث أقسام. نحن هلأ هون عم نتوجه على القسم الأول بغرفة العمليات، هون أساسا هي غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة جبل لبنان. من هالغرفة هاي في عندها مهمات محددة تختلف عن الأقسام الثانية. نشوف هون، نشوف شباب، يعطيكم العافية شباب. نقل
نحن هون الغرفة عندها أربع مهمات أساسية. أول شيء الغرفة هون هي الكول سنتر تبع محافظة جبل لبنان، وبالتالي الاتصالات كلها وقت لي على خط الساخن بتجي لهون، واستنادا لها هن بيعرفوا كيف بدهم يحاولوا ويعملوا الإجابة المطلوبة، وقت اللي بيكون في زوم ينسقوا معنا كمان بيحكونا حسب شو المشكلة المطروحة. المهمة الثانية بهيدي الغرفة هي التنسيق بين محافظة جبل لبنان ومحافظة بيروت. المهمة الثالثة بهيدي الغرفة هي استقطاب أو تنظيم الناس الفولنتيرز اللي حابين يتطوعوا خلال هيدي الأزمة ليكونوا عم بيقدر يساعدوا بمراكز النزوح وبطريقة تكون منظمة ومرتبة. المهمة الرابعة هلا الإضافية اللي صارت عندهم إياها هي داتا أنتري للمساعدات اللي عم تجي على جبل لبنان. أسألك عن موضوع المصاري، يعني هذا الشيء كيف عم بيصير؟ يعني بعرف إنه مثلا في سلفة معينة حتى يمكن بعد ما قبضتوها أو قبضتوها. تبلغنا اليوم هلا اللي إحنا نقبض المفروض ربع السلفة اليوم. ربع السلفة حتكون مقسمة على أربع أجزاء. فبس نحن أوكي، يعني نحن الأمور ماشية، لأنه أول شيء في عنا أكيب متطوعين هون، ثاني شيء في عنا نحن عم نسق مع أجهزة الدولة، مع الصليب الأحمر اللبناني، مع المنظمات. صحيح بيقولوا إنه في بعض مراكز بعضهم على البلاط أو هذا الشيء مش على البلاط؟ على البلاط لا، ما فينا نقول هيك، يمكن بنقول إنه بعد في عنا شوية نقص بالفرش بمحلات معينة، إيه بعد ما وصلنا العدد الكامل اللي بنقول عملنا احتياجات 100% من هالمواضيع، بس نقول بعدنا على البلاط لا. بيبقى عنا التحدي الاستدامي، يعني أنا اليوم مش اللي بعت الهمه كتير هو الفرش، مش هو اللي بعت الهمه كتير هو الأمور بتنجيل مرة واحدة، اللي بعت الهمه الأمور اللي هي فيها على طول مطلوبة مثل الأكل، واللي هلأ الهجس أكبر مثل الأمشة بلبنان التدفئة. نحن عنا عدد كبير من النازحين بجبل لبنان، احنا معتبرين كل شيء فوق ال 500 متر يعتبر بمناطق باردة، وبالتالي نحن عنا عدد كبير من النازحين في مراكز إيواء. صعب كتير، يعني عم نعمل هلأ كل الجهد انه نشوف كيف بدنا نحسن موضوع التدفئة فيه، كيف بدنا نأمن مي يقدروا يتحمموا فيها. يعني أنا هلأ اليوم في قسم كبير منهم عم بيتحمم بمي باردة أو شوي فاتر، بس تصير الأمور أسوأ من هيك من ناحية الطقس، كيف بدي أنا أضمن أنه النظافة تضل الوضع مقبول؟ الخطر الأكبر أو القلق الأكبر خلينا نقول بالنسبة لي هلأ موضوع التدفئة، لأنه الأمور ما بقى معنا وقت فيها، وهيدي منا سهلة، يعني فاتورتها مستمرة. أنت عندك أول مرة تجهيز، في محلات كتير ما فيها تجهيز، أو حتى اللي فيها تجهيز من هي ما فيها شاورز مثلا، أوكي؟ فهيدي أول شيء، وتاني شيء الفاتورة التشغيلية تبعيتها، هيدي هي المشكلة كيف بدها تتأمن. هون نحن بهيدي الغرفة مثل ما عم بتشوفي، نحن هون عم بصير غرفة العمليات المدنية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. هيدي الغرفة من خلالها صار في متابعة النزوح هو عم بيجي بالموجة الأولى من الجنوب، وبالتالي أنا اليوم كنت حريص إنه أقدر أفتح المدارس تبعا لوصول الناس للمناطق، كيف وصلوا، كيف توزعوا هني بطريقة عفوية، بس من ناحية ثانية ما يكون عندي هدر، يعني ما يكون عندي أنا مدرسة عم فتح لعشرين شخص مثلا، عرفتي؟ فمن هون كان عم بصير هذا التنسيق، طبعا كمان بالتنسيق مع البلديات ومع غرفة العمليات المركزية ببيروت. وهون عندهم مهمات طبعا أمنية متعددة. طيب ليال، هاي الغرفة يعني نحن قلنا في تقريبا ثلاث غرف، هذه الغرفة شو تحديدا مثل، بس لنرجع نوضح. صحيح، في غرفة إدارة الكوارث يلي هي بتكون عم بتجمع الداتا، عم تشتغل كمان تتلقى كتير اتصالات، هن كل الغرف عم يتلقوا، ولكن الغرفة الأساسية يلي هن عم يشتغلوا فيها ليشوفوا كل الأمور يلي هن بحاجة لها، كيف بده تتوزع، شو الحاجة الأساسية، كيف هن بده ينظموا الموضوع. غرفة الأمنية هي اللي بتشتغل على حفظ الأمن، وأن تكون كمان أيضا عم بتشوف حركة النزوح وكيف لازم يروحوا، وين المنطقة الأفضل، وين في قدرة استيعابية، وين لا، عم تشتغل عليها أيضا الجهاز الأمن اللي هو قوى الأمن الداخلي بالعناصر والضباط الموجودين بهذه الغرفة. وطبعا في الغرفة الثالثة اللي رح نشوفها هي غرفة العمليات اللي عم بتنسق مع الأقضية ومع بيروت مباشرة. طبعا بيصير في يعني تنسيق مع بعضهم، وفي متابعة مباشرة من المحافظ القاضي محمد مكاوي اللي شفناه عم يحكي بهذا التحقيق عن بعض التحديات الموجودة، والتحديات الموجودة الأساسية رياض للأسف
للأسف يعني صلنا تقريبا أسبوع مصورين هذه المقابلة وعملنا هذه الجولة، نفس التحديات اللي لها علاقة بموضوع الطاقة والمياه والتحضير للشتاء بعد موجودة، لأن نحن عم نتابع بمصادرنا وعم نتابع أصلا باتصالات مباشرة مع لجنة الطوارئ الحكومية اللي عم بيعملوا جهد، ولكن بعده هيدا الموضوع اللي له علاقة بالطاقة والتدفئة والمازوت والكهرباء ما عم بيلاقي أي نتيجة عملية حتى هذه اللحظة، على أمل أنه نشوف النتائج العملية لأنه بلش التأس يتغير وصار في سقعة كتير خصوصا صح. للناس اللي هي موجودة بمحلات عالية ومحلات فيها سقعة أكثر من غيرها. الجولة الثانية وين صارت هلأ؟ الجولة الثانية هلأ صارت بمركز على العمليات اللي هي غرفة العمليات اللي عم بتنسق مع الأقضية، ورح نشوف كيف بتنسق عملنا مع الأقضية ومع بيروت يعني. صح، في اتصال خلال هيدي الجولة يعني صورنا، وأيضا منشوف في الصليب الأحمر يلي عم بيحكوا بهيدا التحقيق بهيدي الفقرة عن شو عملوا. جزء من غرفة العمليات طبعا المركزية. جزء أساسي من لجنة الطوارئ وأيضا من العمل على الأرض، وعم بيتابعوا يعني عم نتصل فيهم بحالات عم توصلنا، عم بيكون في متابعة من قبل الصليب الأحمر اللبناني. خلينا نشوف الدار. فعليا نحن من اليوم الأول اللي بلشت فيه الأزمة من حوالي 3 أسابيع لورا تم تفعيل 6 غرف عمليات على صعيد محافظة جبل لبنان بالأقضية الستة. بناء عليه نحن لحد اليوم عندنا 375 مركز إيواء. إذا بدنا نشوف اليوم مراكز الإيواء ما بين جبل لبنان وبيروت هن بشكل 50% من حجم مراكز الإيواء، والنسبة الأكبر هي موجودة على صعيد جبل لبنان. وقت اللي كنا عم نحكي ب 100,000 نازح طلعنا بخلال أسبوع لمليون و300,000 نازح، هيدا بحد ذاته رقم كتير كبير. الهم الأساسي كان أنه يكون عم يتأمن مراكز الإيواء للأشخاص يكونوا موجودين بقلبهم، وأكيد هيدا كان في تنسيق متواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون، لأن وزارة التربية كانت عم تشتغل على تأمين المراكز بالتنسيق مع المحافظات المعنية. من هون واحدة من النقاط المهمة اللي عم يشتغل عليها سعادته بالمحافظة نعرف نحن اليوم وين، لأنه مثل ما عم نشوف أهم شغلة أساسية نقدر نوصل الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأكيد اليوم غرفة العمليات هي دورة تجمع المعلومات، تعمل عملية التنسيق مع الجمعيات المحلية والجمعيات الدولية، وعلى أساسها تعطي هيدول المعلومات تتصير الاستجابة عم بتصير على أساسها. هل السؤال اليوم نحن عم نقدر نوصل المساعدات لكل الأشخاص اللي هن بحاجة لها؟ هيدا الجواب مقسوم لشقين. اليوم نحن عنا تقريبا ما لا يزيد عن 20% من النازحين بقلب مراكز الإيواء، و 80% من النازحين هن خارج مراكز الإيواء. بما يخص مراكز الإيواء اليوم بالنسبة لنا من العدد الإجمالي من 350 أو 40 اللي طلعوا معنا، عندنا 55 مركز إيواء ضمن جبل لبنان بعد عم نشتغل مع المنظمات لتأمين الاحتياجات الأساسية من ناحية حرمات وفرشات ومخدات، يعني الأمور الأساسية منحطوا على جدول العمل، نعمل لهم خطة عمل للتنفيذ. اليوم الهدف هو أنه محطوطين على الجدول لأنه ما كان في الستوك، ما كان جاهز بالبلد، والمنظمات ما كان عندنا الإمكانيات المادية الكافية، وهذا اللي كنا عم نحكي عنه، عم تطلع الإمكانيات بشكل تدريجي بناء على المعلومات اللي موجودة. يفترض خلال هيدا الأسبوع ماكسيموم بداية الأسبوع الجاي تكون كل شيء بالبيزك أسيستنت، الاحتياجات الأساسية لمراكز الإيواء صارت هي موجودة. بما يخص موضوع المياه والإصحاح اللي هي اليوم موضوع الصيانة، موضوع تأمين الماء بالشكل المطلوب، عندنا 81 مركز إيواء كمان اليوم عم ينشغل على أساسهم وهن بحاجة لمتابعة. في عندنا مشكلة كتير كبيرة بما يخص موضوع الفيول الديزل، لأنه يعني على كل الاجتماع، وهيدا اليوم التكلفة المادية تبعه هي كتير عالية. بما يخص خارج مراكز الإيواء هلأ عم ببلش ينشغل مع المنظمات، وعم بتبلش تحكي مع غرفة عمليات المحافظة على إذا بدك الإمكانيات ليساعدوا. بس برجع بعيد، الأرقام اللي عم تنحط والحاجة اللي هي مطلوبة بعدها كتير بعيدة، بعدها كتير بعيدة عن الواقع. لارا بليز، بس بالمتابعة اللي عم تصير عندكم على صعيد غرفة عمليات القضاء، فيكي بس تحطينا بالأجواء وين في عنا نواقص، وين المراكز اللي قدرنا نحن اشتغلنا معها؟
اوكي، يعطيكم العافيه. نحن حاليا الشيء اللي عم نتابعه كغرفه عمليات عم نتابع بقضاء بعبده تحديدا. عندنا تقريبا بعبده 32 مركز للايواء بضموا حوالي 5000 شخص نازح. كتعاون وتنسيق مع جمعيات، اكيد حاليا صار التعاون والتنسيق اسرع، صار في استجابه اسرع لمراكز الايواء، تحديدا للمراكز اللي حاليا عم تفتح جديد واللي عن جد عندها حاجه عم بتكون، خصوصا انه في بعض المنظمات عم بيجوا على غرفه العمليات وعم بيتم التعاون والتنسيق معهم من نازحين داخل مراكز الايواء. هلا الرقم صار عندنا عم بنعمل له ابديت دائما، بتلاحظوا 69، هلا صار فوق ال 71,000. هلا في عندنا نحن نازحين مثل ما بتعرفوا خارج مراكز الايواء، صرنا واصلين ل بحدود ال 240,000، وعم بنعمل دائما ابديت، وهلا الرقم الكامل صار بحدود 340,000. طيب ليال، يعني هون كما شفنا هذا البارت التنسيق اذا بدك ما بين الاقضي وبيروت، راح نتابع معك بالموضوع لما بنوصل عند المحافظ لنساله شو عم بيصير المساعدات لما توصلها، بس مضطرين نقول حاليا لعند الزميل ريف عائل من احد المناطق المطله على ضاحية الجنوبيه حتى نشوف شو التطورات لديها، لا سيما مع التحذيرات الاربعه التي اطلقها العدو الاسرائيلي لاستهداف مناطق او قصف عفوا مناطق في الضاحيه الجنوبيه. نعم رياض، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. بالفعل من على مشارف الضاحية الجنوبية أعاد المتحدث اسم جيش العدو الإسرائيلي إطلاق التهديدات لاستهداف عدة مناطق في الضاحية الجنوبية. قبل قرابة الساعة من الآن كان التهديد الأول الذي أطلقه أفيخاي أدروعي عبر أكس، وقال فيه أو حدد فيه 4 مباني سكنية لاستهدافها ربما في الساعات القليلة المقبلة. اللافت رياض في هذه الخرائط التي أرفقها أفيخاي أدروعي بأنها في إحدى المناطق تحديدا في منطقة المريجي على محيط منطقة برج البراجني، فإنه في خريطة قد حدد 5 مباني متجاورة لاستهدافها بالغارات التي يفترض أن يشنها الطيران المعادي بعد قليل تماما، كما يحصل في كل ليلة منذ قرابة 4 أيام على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. أيضا من بين المباني أو المناطق التي حددها جيش العدو الإسرائيلي منطقة حارة تحريك، منطقة برج البراجني، مجددا كنا منطقة حارة تحريك وأيضا منطقة الليلكي. طبعا في ساعات هذا النهار رياض نحن واكبنا العدوان الإسرائيلي الكبير جدا على منطقة الطيوني والغارات العنيفة التي بنتيجتها سقط مبنى بيك أكمله وأنهار جزء كبير أيضا من مبنى آخر. واضح رياض من مسار التهديدات الإسرائيلية، واضح من التصعيد الكبير في العدوان الإسرائيلي على لبنان، واضح من العدوان الإسرائيلي عاد مجددا ليطال الضاحية الجنوبية بشكل مكثف وبوتيرة متصاعدة. يعني كنا قد ظننا بأنه بعد الغارات العنيفة على منطقة الطيوني قد تكون هذه الليلة هادئة، ولكن واضح بأن مسلسل التهديدات مستمر، وهو في الجولة الأولى من هذه الليلة طال 4 مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. اللافت اليوم رياض بأنه مع الغارة العنيفة على منطقة الطيوني، هذا الأمر دفع أيضا ومجددا بعائلات أخرى كثيرة إلى النزوح منذ نهار البارحة مع إطلاق التهديد الأول باستهداف منطقة الوزيع للمرة الأولى والغار التي شنها الطيران المعادي على منطقة الجناح. وصولا إلى ما حدث اليوم في منطقة الطيوني، يمكن القول بأن العدو الإسرائيلي يحاول من خلال هذه التهديدات إبعاد كل اللبنانيين عن كل المناطق وتحديدا عن الضاحية الجنوبية، والتسبب بحال من النزوح الكبيرة من على مختلف المناطق اللبنانية. بدأنا كنا نتحدث عن جنوب لبنان، انتهى الأمر إلى البقاع اللبناني، وصلنا إلى الضاحية الجنوبية، واليوم العاصمة بيروت تشهد على حركة نزوح كبيرة جدا في هذه المنطقة. طبعا نحن نراقب يعني المشهد من هنا حال من الترقب لاحتمال أي غارات إسرائيلية على هذه المنطقة، ولكن رياض يعني حتى هذه اللحظة لم يبدأ العدوان الإسرائيلي لهذه الليلة، ولكن نحن نتابع المشهد الميداني من هنا على أن نعود إليكم فور ورود أي تطور ميداني. رياض
زميلة ريف عقيل من أحد المناطق المطلة على الضاحية الجنوبية، شكرا لك على هذه الرسالة. ليال يعني كانت عم تحكي ريف قبل شوي بأنه كيف يعني اليوم زادت التهجير، وعم نحكي بالطيون اللي هي يعني بعتقد على حدود ما بين جبل لبنان وبيروت. بقدر تقديريا أنه عقاريا مطرح ما كان موجود العقار بتصنف بجبل لبنان، وشدنا حالات نزوح إضافية. صحيح. كنت يعني بالزيارة الميدانية اللي عملتيها لغرفة العمليات بجبل لبنان سألتي للمحافظ شو بيصير بالمساعدات إذا وصلت، صح ما لا؟ إنه هو نحن نقلنا اللي عم بيقولوا الناس إنه وين إني هالمساعدات يعني مين. حتى هلأ قبل ما فت على الاستوديو يعني بالإعداد قالوا لي اسألي، يعني نحن ناسحين وكمان ما عنا ما وصلنا مساعدات. كمان رئيس بلدية الحزمية من اللي هي تعتبر بلدية ميسورة نسبيا ما عندها مراكز إيواء بس عندها ناس بالبيوت، وكانوا عم بيقولوا كمان إنه ما وصلن مساعدات أبدا يعني. صحيح. فهيدا هلأ هو المساعدات الأساسية هي عم تتوزع على مراكز الإيواء بوقت يلي المساعدات الأكل اللي بتوزع على البيوت. صحيح. وفي مساعدات عم تتوزع على البيوت، كان واضح الأستاذ قاسم شعلان يلي هو مدير وحدة الحد من الكوارث بالصليب الأحمر اللبناني حكي خلال هيدا التقرير بيقول إنه الأرقام بعدها الموجودة هي كتير بعيدة تتسد حاجات الواقع. يعني كان حقيقي جدا بالجملة يلي قالها مثل ما سمعناه من شوي. فبالتالي هيدا هو الواقع يلي هو في كتير تحدي بأنه نقدر نعطي حاجات للناس يلي هي خارج مراكز الإيواء، لأنه حتى الناس يلي هي داخل مراكز الإيواء حاجاتها بعدها لليوم غير مؤمنة، على أمل أنه هيدي المساعدات كلها يلي عم ينقال عم تتوزع بشفافية تكون عم توصل بطريقة عادلة، لأنه بعدهم لليوم عم بيقولولنا في مدارس عم بيوصلها مرتين بوقت يلي في مدارس ما وصلها ولا مرة. بكل الأحوال خلينا نشوف رده على السؤال وين عم بتروح هالمساعدات. خلينا نسمع المحافظ القاضي محمد مكاوي شو قال بهيدا تصريح. نعم، الناس دائما عم تسأل طيب وين عم بتروح هالمساعدات. أنا هون بس بدي أوضح بشكل سريع أنه المساعدات اليوم بعدها عم تجي هي كمية كتير قليلة بالنسبة للاحتياجات. طبعا نحن بنتشكر كتير اوكي. يبدو صار في مشكل بال رح نرجع نسمعه للفيديو. صار في مشكل شكله بانتظار تجهيز الفيديو مجددا، وصار في مشكل بالرجي بخصوص هذا الفيديو. اذا احنا كنا ليال عم نقول انه السؤال كان عم يتركز بشكل اساسي وين عم تروح هيدي المساعدات، لانه في اكثر من مشكل هون على فكره بغير مناطق. هلا بكره بركي زميلنا هادي الامين رح يغطي ببعلبك في حكي بأنه في جهات حزبية هي اللي عم تستلم توزيع المساعدات وما عم بيكون في محاضر استلام وتسليم، وفي مناطق وبلد ما فيها بلديات أو بلديات منحلة، وهذا عم يعمل مشاكل كتير كبيرة. كان مفروض مبارح نحكي عن هذا الموضوع بس تعرفي شو صار مبارح كيف خبصيت، فمفروض بكرة مع زميل هذا الأمين نغطي هذا الموضوع. جهز الفيديو صار فينا نشوفه من أول وجديد. أوكي. دايما عم تسأل طيب وين عم بتروح هالمساعدات. أنا هون بس بدي أوضح بشكل سريع أنه المساعدات اليوم بعدها عم تجي هي كمية كتير قليلة بالنسبة للاحتياجات. طبعا نحن بنتشكر كتير الدول المانحة، ما حدا يعني عم ينكر الجميل، ولكن خلي الصورة تكون شوي واضحة للناس. يعني أنا وقت ما أحكي أنه عندي أنا مثلا أول شيء مشيت بالأولوية بمراكز اللجوء، أنا مستحيل أنا هلأ بالمساعدات روح للمساعدات اللي عم تجي عن طريق الحكومة تحديدا مش عن طريق المنظمات بشكل مباشر. اليوم المساعدة بتجي عن طريق الحكومة، هيدي حصرا هلأ الأولوية بالنسبة لأننا بمراكز الإيواء. ما ممكن نروح نحن خارج مراكز الإيواء، لا بل أكثر من هيك داخل مراكز الإيواء طرينا ناخد نحن حطينا النسبة لأننا الطرق تبعنا 20%. يعني إذا أنا عندي بمركز إيواء في عندي فيه 200 نازح بسلموا أنا 40 حصة غذائية. هلا هالأربعين هدول مين بدهم يستلموها؟ بيستلموها إدارة المدرسة، أوكي، يعني مدير المدرسة اللي هو مكلف من وزارة التربية وعنده إمضاء رسمي، وبده يكون معه أيضا لجنة من النازحين 3-5-10-15 مين ما بحب يمضي منهم على الاستلام، وبنحفظوا هدول الأربعين حصة لصالح النازحين في هذه المدرسة في ديبو خاص. وكيف يستخدموا؟ يستخدموا بواحدة من اثنين. هذه المدرسة يا إما فيها مطبخ داخل يسار وعم تطبخ هي ليأكلوا من هالمطبخ النازحين، وبالتالي هالمواد هذه تستخدم بهذا المطبخ، وإما في جمعية عم تطبخ لهم خارج المدرسة. بهيدي الحالة بنسقوا مع الجمعية اللي عم تقدم لهم الوجبة الساخنة، وهن بصيروا يسلموها المواد الأولية تباعا مشان تطبخ لهم إياهم وتعطيهم إياهم مطبوخين. وبالتالي اليوم النازح ما عم بيستلم هو كرتونة، لا كشخص ولا كعائلة، مستحيل. لو قال إذا أنا بدي أمشي بغير هذه الطريقة معناتها في ناس أنا اليوم حيستلموا
حصة غذائية، ولكن في آخرين حيكونوا أول حصة عم بيسلموها بعد 6 أشهر أو بعد 8 أشهر. طيب ليال، مشان ما نضلنا بالإطار النظري، نحن رح نطلب من الناس يلي يعني اللي ساكنين، سواء يلي نازحين ببيوت بشبل لبنان أو بمراكز إيواء، سواء بلديات أو مثل ما قلنا نازحين، يتواصلوا معنا على رقم غرفة العمليات لنحن نقدر نتابع ونشوف إذا عم يوصلهم مساعدات أو ما عم يوصلهم مساعدات. هذا الرقم بشكل أساسي بنقدر نخدم فيه نحن بشكل كتير كبير من خلال هذا الإطار، يعني إنه نحن كوسيلة إعلامية نقدر نمارس شكل من أشكال الرقابة الإعلامية على آليات توزيع المساعدات. بس عموما معنا مسؤولة لجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية الشياح سيدة ريتا طويل. ضروري وضح هون لما عم نقول شياح، العالم بيرتبط بذهنها مروم مسك وهذا، بس الشياح عقاريا ببلش من عين الرماني يعني بحسب ما بعرف أنا، لأنه هداك بيكون مصنف على أكتر على الغبيري. مرحبا سيدة ريتا. مسؤولة لجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية الشياح سيدة ريتا الطويل، عم تسمعيني؟ سيدة ريتا. ألو. ايه عم تسمعيني، معك رياضة بيسي وليال بوموسى من تلفزيون جديد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. نحن حابين نتعرف منكم على شو الاحتياجات او الـ اذا بدك المعوقات. بس ما عم بسمع. ما عم تسمعينا هلا؟ لا الصوت كثير واطي. طيب مخرج علينا الصوت الله يخليك. سيدة ريتا عم تسمعيني هلا؟ ايه. اوكي. فكنا عم نسأل شو الاحتياجات يلي عندكم يا او الصعوبات يلي عم تواجهوها ببلدية الشياح فيما يتعلق بموضوع النازحين. اوكي. برجع بلكم مساء الخير للجميع. مساء النور. أنا رح قلكم عن تجربة شخصية نحن ببلدية الشياح اللي عم نمر فيها. نحن عنا مركزين إيواء ببلدية الشياح اللي هن مدرسة رسمية شفيق سعيد ومدرسة رسمية مدى معون. بشفيق سعيد في عنا 200 نازح، بمدى معون عنا 500 نازح. نحن الصعوبات اللي عم نواجهها بأول فترة نحن كبلدية تحركنا، نحن عنا لجنة إغاثة أو مثل ما بيقولوا لها الأزمة يعني خلية الأزمة، تفضل. أزمة خلية أزمة مؤلفة من لجنة الشؤون الاجتماعية، من لجنة الأشغال بالشرطة، ومن القطاع الصحي بالبلدية. وكلنا سوا عم نشتغل مع بعضنا. أوكي. هلا بشفيق سعيد اللي مستلم المدرسة هو مدير المدرسة شخصيا مع اللجنة، مع خلية الأزمة تبع البلدية. مفهوم. بما دامعون نحن مستلمين ديريكت، يعني مباشرة البلدية مستلمة. ليه بعد الحادثة الشهيرة اللي صارت لما صار في اتهام بأنه في عملية سرقة مساعدة؟ لا اللي صار انا ما بتدخل فيه، بعرف انه نحن كبلدية استلمنا ديركت من المحافظة رسميا. اوكي. طيب. نحن مستلمين على الارض. هلا اول فترة نحن كبلدية اضطرينا نحن نجيب فرش على حساب البلدية لانه ما كان في حدا عم بيجيب شيء. هلا المساعدات اللي عم تجي رح اقول مثل ما هن اللي عم بيجوا. اكل عم بيجي من الورد فود بانك، الوجبات الساخنة اللي عم نحكي. هلأ عم بيجي بواسطة شيلد اللي هي NGO تاني. عم بيجي غدا كل يوم للنازحين بالمدارس كلهم. ترويقة نحن عم نتصل، سوري ما سمعت. ترويقة نحن عم نتصل نعمل اتصالاتنا بالNGOs لنقدر نأمن ترويقة للنازحين. عشاء اللي عم بيأمنهم هو فرح العطاء كل ليلة. المي، مية الشرب نحن عم نجرب نقدمها كمان بواسطة الجمعيات أو حتى أوقات عم بتكون على حساب البلدية أو على حساب دونرز، يعني تبرعات خاصة. الماي للقضي، ماي القضي كل يوم كل يوم كل يوم. عنا بالمدرسة اللي فيها 200 نازح تقريبا 10 ل 15 ألف ليتر، بالمدرسة اللي فيها 500 نازح عندك مينيموم 30 ل 40 ألف ليتر. هولي عم بيتجابوا إذا مش كلهم نصهم على حساب بلدية الشياح لأنه مش عقول عم تتوفر المياه. الدفاع المدني أوقات عم بيساعدنا وعم بيجيب مياه للقضي. نوعدنا من المحافظة إنه هني يبقوا يأمنوا مي، بس لعد لحديت هلا ما حدا أملنا مي. الكهرباء نحن مشتركين من البلدية بالموتورات للمدرستين، والبلدية عم بتغطي الكهرباء.
للناجحين. المواد الغذائية عم بيجي أوقات معلبات وأشياء من حين أنا يعني بدي أتشكر شخصيا المبادرات الفردية، لأنه ثلاث أرباع الأشياء اللي عم تجي هي من عالم عم تعمل مبادرات فردية وعم بتجيب أشياء تقدمها. في NGOs عم بيجوا، هلأ ما رح أذكرهم كلهم، في كتير NGOs عم بيجوا عم بيقدموا أشياء، بس المساعدات اللي عم نشوفها على التلفزيونات اللي عم تجي الطيارات يعني أنتم ما عم تشوفوا منه شيء أبدا، هو بعد ما وصل منه شيء. لا هو بس لنوضح سيدة ريتا، لأنه حسب ما فهمت أنا جزء كبير من هالمساعدات هي مساعدات طبية، بس وصل 11,000 حصة غذائية هولي أنقال توزعوا على النازحين اللي بالبيوت. هل أنتم بالبلدية عندكم، بما أنه ممكن يكون في نازحين بعين رمان وخلافه بالبيوت، وصلكم مساعدات بهذا الإطار؟ لا لك، نحن عنا تقريبا من بعض الأحصاءات اللي عملناها تقريبا لحديث هلأ صار عنا شيء 1000 نازح بالبيوت بمنطقة الشياح. كل اللي هن بالبيوت عم بيجوا لعنا على البلدية عم بيتوجهوا وعم بيطلبوا مساعدات، وما بعرف ليش عم بيقولوا لهم تعوا تسجلوا بالبلدية. نحن كل اللي عم نقدر نعمله انه عم نعطيهم اللينك اللي هو توزع من المحافظة اللي يتسجلوا فيه. وضحت، بس انا سؤالي بس منهم وصلوا مساعدات ما اجاكم حصص غذائية يعني؟ اوكي، على كل ابدا كرمال هيك قالوا لنا انه رح يوصل من خلالكم يتوزع عليهم. بس احنا ما وصلنا شيء بالبلدية. اوكي كرمال هيك على فكرة، يعني مجددا عم برجع كرر رقم غرفة العمليات، يقدروا بهالمحل يتواصلوا معنا، يعني الناس اللي ساكنين بجبل لبنان ومسجلين ومسجلين بالبيوت، يعني نازحين بالبيوت مسجلين ارقامهم، هول بعد ما وصلوا، اذا ما وصل لهم شيء بليز يتواصلوا معنا نقدر نحن نشوف نتاكد انه عم توصل المساعدات. عندك سؤال ليال؟ نعم، انا بدي اسالك سيدة ريتا، يعني بدي اسال بموضوع الاساسي اللي هو سال عنه رياض، هلا جاوبتي بكثير احصائيات مفيده، ولكن هي التحديات الاساسيه اللي بتواجه وتحديدا اليوم بالتحضير للفصل الشتاء، يعني فصل الشتاء للتدفئه لوضع المازوت الكهرباء، كل هيدي الامور كمان عم بتواجهكم هيدي التحديات؟ لانه بنعرف انه اللجنه بعد ما عملت اي شيء عملي، عم تشتغل عم تبحث، ولكن بعدنا بالبحث النظري، بعد ما شفنا اي شيء عملي للمرحله المقبله، هل انتم اخذتوا مبادره بهذا الخصوص فرديه كبلديه، اما لا بعدكم عندكم هيدا التحدي هو التحدي الاكبر؟ لا ليال، بعده كله نظري، وبعد ما تاخذ ولا خطوه بهالمجال هيدا، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ما بنوصل لفصل الشتاء وبنكون بعدنا بهالوضع، بيكون الكل رجعوا على بيوتهم ان شاء الله يا رب، لانه اذا بضل الوضع هيك وبضلوا نازحين بالمدارس، المدارس ما لنا مجهزه ان كان من تدفئه ان كان من 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 انه يقدروا يقعدوا بهالظروف او بهالاوض الموجوده، ابدا ما لنا مجهزه يقعدوا فيها اطفال ويقعدوا فيها كبار بالعمر مسنين او يقعدوا فيها نسوان، ما لنا مجهزه وما بيقدروا فيها. يعني إذا بده يجي فصل الشتاء أنا بفضل الدولة أو ما بعرف مين بيقدر أي جهات يقدروا يلاقولون أماكن مضبوط تقدر تقويهم بالشتاء، لأنه المدارس ما فيها شيء مجهز يقدروا يقضوا فيه بالشتاء. أوكي طيب، السيدة ريتا الطويل مسؤولة لجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية الشياح، شكرا لك على هذه المشاركة. ليال، نحن مفروض بالأيام اللي جاي نتابع موضوعين، الصحة لأنه مش موضوع الأمراض، وأيضا موضوع المدارس طبعا عم نتابع، بعده الموعد هو بعتقد 5 نوفمبر، هو 4/11 الموعد اللي كان محطوط لبدء أو حتى لل اعلان عن الخطه او يمكن بيكون في مؤتمر بركه الاحد على قصه الانتخابات الامريكيه، انه بتقديرهم تخلص الحرب مع الانتخابات الامريكيه، ما لقيت تفسير تاني ليش حطوها بهالتاريخ. على كل ما هو العوده لوين، مين بده يعمل اعمار، ما هو كمان هيدا الموضوع اساسي، لا ما هو خاصه لانه بالمدارس، وهون لازم نطلق صرخه رياض اساسيه بنهايه هيدي الفقره، انه طلب وزير التربيه وشفناها بالارشيف لانه كنت عم بعمل بحث معين، طلبها مباشره بانه لازم تامين مراكز ايواء غير مدارس، في كتير مراكز ايواء عديده بكل المناطق، ليه ما بيتم البحث بهذا الموضوع عمليا وعن جد اختيار مراكز ايواء مختلفه عن المدارس، لحتى يكون العام الدراسي في حال مصرين تكفوا فيه يكون عم بكفي باهين طريقه. 4 يعني. نوفمبر بيكون التنين، شو كمان التنين؟ لا انا ملخبط. لا عموما ليال، من جمله الاشياء اللي حنتابعها بالايام اللي جاي كمان موضوع المغتربين اللبنانيين اللي عم بيحاولوا يبعثوا مساعدات، انا اتواصلت مع الجمرك لشوف شو الاجراءات اللي لازم يعملوها. هلا من حيث المبدا مفروض يبعثوها لا يا اما على اسم الصليب الاحمر او الهيئه العليا للاغاثه، لا تكون معفيه من الرسوم الجمركيه. بكره ممكن نحكي تفصيلا بهذا الموضوع، ورح نجرب نشوف بالحالات اللي عندنا كيف ننسق مع لجنه الكوارث او هيئه الكوارث،
بسموها او لجنه الطوارئ الحكوميه لجنه الطوارئ المركزيه كلهم كيف يعني مين، لانه هن عم بيعانوا مشاكل انه لمين بدنا نبعث ومين بده يستقبل المساعدات، لانه ما بيكفي تبعتيها باسم جمعيات حتى تكون معفيه من الرسوم، بس ممكن بكره او بعد بكره نشرح لهم الاليات كامله كيف بتكون تا يتلافوا اي عرائيل او مشاكل معقول يواجهوها. شكرا ليال، نعود الى زميلتنا روان. نعم شكرا لكما رياض وليال.